السم لو كان في الدواء منين يضر؟ والموت لو عدونا منين يسر؟ حط القلم في الحبر واكتب كمان، والعبد للشهوات منين هو حر؟ وعجبي يا عبد الشهوات، 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 في قلب المنامات بعت في مزادات خدت المنابات، يا عبد الألوفات، فين عصر الشنبات؟ ده عصر الخواجات، ولع نباتات تجيب لك زكاتات، اقلع لك خلاجات وجيب لك عاهرات، تجيب لك عبايات تجيب لك احباط، وفي عقلك سحالات عد النكبات، غير مزاجات رجاله وستات، وبننتج اولاد افكارك سداك، عندك سباك، وفي لحظه شهوات كله بيتعاد كله بيتداس، شوف لك استاذ قلب الاحداث دي تجارب في الناس، عندك اجداد عندك انفاس، اضرب لك اسداس اضرب لك اخماس، ولع لك في الماس دور لك عالتاج، افكارك وجعاك قطع لك بالعاج، سبت المحتاج وضميرك محتاس، روحك عايزاك وطريقك متقاس، وفي لحظه شهوات نطيت من الشباك، يا عبد الشهوات في قلب المنامات بعت في مزادات خدت المنابات، يا عبد الألوفات فين عصر الشنبات؟ ده عصر الخواجات ولع نباتات، يا عبد الشهوات، يا عبد الشهوات، فؤادك حداد قفلك عداد، خبط لك عالباب مش هيقولك اسباب، عم احمد سماك في الشده ده سداد، بطق في سباق غير في رداء، مزيكا دي غذاء مزيكا دي وفاء، امشي ورا نجاح امشي ورا عداء، امشي ورا جبال انقل في عزال انقل في عذاب، نفط في تراب نط العقبات، صد الضربات واقي الصدمات، ابني الحضارات هد العمارات، كبري العظماء حرب البسطاء، عدي محطات، يا عبد الشهوات في قلب المنامات بعت في مزادات خدت المنابات، يا عبد الألوفات فين عصر الشنبات؟ ده عصر الخواجات ولع نباتات، يا عبد الشهوات في قلب المنامات بعت في مزادات خدت المنابات، يا عبد الألوفات فين عصر الشنبات؟ ده عصر الخواجات ولع نباتات، يا عبد الشهوات.